مستشفيات كارثية. هاك شوف أنا جيت على قلبي توا هبلت خرجت ناخذ سيجارو عملت تخطيط ها باهي وعندي تعب باهي من 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 العواج من الصباح وانا مطيش هاي باهي خرجت توا باش ناخذ سيجارو. جيت برونديفو ولا ما غير رونديفو؟ جيت لاستعجالي في بالي استعجالي يعني استعجالي هو نهار كامل استعجالي ذي هاني من الصباح توا الاربعة خرجت باش ناخذ توا سيجارو باهي نورمال ما متكيفش نورمال يشوفوني هما فهمت شنو هي مشكلتي خرجت نعمل سيجار والله يا ودي راه تدوخ في راسك تو هبلت قلت مش شعل سيجار فهمت شنو استعجالي معناتها مو استعجالي اسمه استعجالي ولا ولا استعجالي نضرب نهار كامل استعجالي سبحان الله شنو هي المشكلة اللي فما معناها نقص في الإطار الطبي وإلا ما فماش شكون معناها يحكي معاكم ولا الطبيب يخدم 800 رقبة يخدم فيهم طبيب واحد وكل مرة هاو فد هاو خرج فهمني يخرجوا عليا يخرج هو عاود يرجعوها يخرج ما فهمتش أنا ما فهمتش المستشفى ما عندها سبيطار أنا بالرسم يدوخ في راسك أنا من قبل نقول يا حليل اللي يجي للسبيطار يا حليل ومسكين اللي يجي للسبيطار هاني تو جيت هاي بي جيت هاو عندي تو مش نعدي دخلت بسي بالمعرفة عملت تخطيط راه اوكي طلع كيفاش فهمتني دخلني عملت تخطيط وزيد استنى ما عندكش معرفة كي شكون يتك يزرفك تضرب نهارين في الاستعجال انا نربع ما متكيفش القلق اللي انا فيه والستريس اللي انا فيه معناتها وقلبي فهمت نربع ما متكيفش نربع ما انا متكيفش تو خرجت ناخذ سيجار ما نجمتش والله العظيم والله تدوخ في راسك والله تدوخ في راسك في البلاد والله العظيم طيب ما عنده يلزم كلينيك ما عندوش بطال ما عندوش شو يعمل ها اي انت الوضعيه اللي ترى فيها في السبيطارات تو شكون السبب فيها شكون متسبب باش وصلنا للوضعيه هذي السبب اللي وصلنا له نحن السبب الحكومات واللي في شرطه بعضها كل ستة شهور حكومة وهم داخلين بعضهم هكاك هكاك يا بنتي من الاول ما هي من الاول البلاد هذيا من الاول ما عارف من الاول هكاك عندك ما عندك شكون تاخذي ما عندكش هكاك الله غالب عندك فلوس برا امشي للبريفي ولا برا الكلينيك ما عندكش ليك ربي سبحانه اللي ما عندوش في تونس ليه رب هذاك هو والله العظيم تصور يجي نهار تحسن وضع المستشفيات نهار اخي امنيتنا نحن تي نفرحوا مضبين اما شوف تي 10 ملايين نورمالمون فهمني رانا لاباس علينا 10 و 12 مليون نورمالمون وسبيطارات ياسر نورمالمون استعجالي في طبيب واحد كابيني بركه تخدم دزني وندزك استعجالي راهو اسمه انت مجلس استعجالي ما تخطف في روحك انت تجري مجلس استعجالي يقول لك مجلس استعجالي تضرب نهار كام في الاستعجال شنو هي الكلمه اللي توجهها لوزير الصحه وزير الصحه يا بنتي وزير الصحه يعطيه الصحه على شنو يعطيه الصحه يعطيه الصحه على الوضع على الوضع هذا على الوضع هذا اللي خلينا فيه فهمتني الوزير تلو الاخر الوزير مش مشكله في وزير الصحه راهو هذه المشكله في النظام اللي بين فايده في اللي شاد البلاد واللي بين فايده مو يجي هذا يجي الاخر يجي هذا يجي الاخر في كلهم كيف كيف يا بنتي والله العظيم كلهم يعلم ربي سبحانه والله تعبونا شعب تعبونا والله تعبونا والله تعبونا ضرونا قسمتوا بلي ضرونا ما انت تقول مش نمشي نعدي على روحي نمشي نشوف روحي توح تمرض انت قلت هبل تو تخلوا واحد شدوا تحلوا السكر شيء ولا يرعش العباد هربوا تجري خرجت انا قلت خلينا نشعل سيجار وين والله العظيم قلت شوف حالة تنسى حالتك انت شوف حالة العالم كيفاش يعيش والمساجين اللي جايبينهم فهمتني وهذا بلع بريكية وهذا بلع ما نعرف شنيا ما عندها تشوف تقول لي انا لاباس انا تسمى لاباس يعني ها والله العظيم تقول لي تسمى لاباس تشوف تشوف العزيز الكبار والرجال الكبار مطيشين في البلاكارات هكاك يا ودي مخك يقف تقول الزح
تي اسعفو تي مو تي مو استعجالي تي مو على الاقل دو كابيني تروى كابيني تخدمو فهمتي كذا ودخل هذا ودخل هذا طبيب واحد وطبيب واحد في بيت الناس كل فهمني بالحضبة في شو اسمه نحن في يمكن حتى في ليبيا مش هكا والله حتى في ليبيا يمكن ما فهمني وهم هاو يجوا يداووا لهنا زعما زعما قسمت بالله يا بنتي المرة اللي فاتت جيت شفت الضربة هذيا الضربة هذيا عندي شهر لا أكثر شهر ونص تضربت من ديسك جيت لهنا خذيت تاكسي من البقعة جيت بالدم هبطت لهنا قلت له حل الباب أنا بالدم قلت له حل الباب هذا اللي عس قلت له حل الباب أه حل الباب قال لي شبيك شعندك قلت له حل الباب شنو ندخل دخلت لداخل هذا يبعث فيا منه وهذا يبعث فيا منه وهذا يبعث فيا منه يودي سعفوني قلت لهم بالدم هذه محلوله فهمتني مالاديسك حسيلو خزر لي واحد قال لي ننصحك قال لي برا امشي لش اسمه الحبيب ثامر نزيد نعاود نخرج من هنا نزيد نلوج على تاكسي اخرى باش نمشي الحبيب ثامر وانا بالدم فمي محلول فهمتني معناتها نورمالمون يجي تك يسعفوك نمشي للحبيب ثامر الحبيب ثامر هاي قالوا لي اش بيك اقعد اقعد غاديك الوقت ايه باش نقعد قلت لهم غاديك بعد قالوا لي تعرف كيفاش لازمك ترجع لشارلي كول القسم انا ما نعرف شنو راهم غاديك وماذا بيك ترجع من قبل ماضي ساعه ماضي ساعه يسكروا هو ما نزيد ناخذ تاكسي من غاديك نزيد نخرج نلوج على تاكسي وانا بالدم راه نزيد نخرج نلوج على تاكسي من حبيب ثامر باش نجي لهنا لشرني كور وانا راكب في تاكسي ونخزر الوقت يا ربي ان شاء الله نخلط عليه هنا قبل ماضي ساعه وخلطت لهنا سيدي قبل ماضي ساعه حكيت نص نهار ونص باش غرزوني غرزولي كيما كي وحسيت وانا واحد اخر معناتها قبلي هو غرزوا لي هو بعد غرزوا لي انا وسكروا روح فت وماضي ساعه معناتها انا كان جيت بعد ماضي ساعه ما عادش نغرز من السبيطار للسبيطار كان جيت بعد ماضي ساعه ما نغرزش فمي محلول يبوخك يقف معناتها بعد ماضي ساعه ما عادش نغرز مريضي يمكن يخرج يعني يموت في الشارع وما يموتش في السبيطار شنو هي الوضع الوضع ماهوش متولين بالمرضى فما حد شيء عجب الصحة هذيك حاجة أخرى تمشي مريض حاسين يخلوكم طيش غادي معاهم بالهم الجملة وحاسين شنو نحكي لك أنا ما يتولوش بالمرضى جملة شنو هي النداء اللي توجه لوزير الصحة؟ إن شاء الله خويا يوقف هو يشوف الوضعيات نتاع المواطنين هكا الزوار والمساكن خاصة فهمت هكا مطيشين في السبيطارات ومرضى يعلم بهم ربه ما صارت لكش كا في سبيطار هكايا على ورقة على حاجة رجعوه صارت لي كان صارت لي مرة كا حسيت ضربت في ساقي أنا نقول له راني مضروب هو يدخل لي برد من بعد مشيت للقصاب قالوا لي راهي تذريضة وعطوني دوم وحسيت له صافا لاباس